مشاهدينا، ما زالت تغطيتنا مستمرة للحدث العالمي لموكب نقل المومياوات المصرية. تنضم إلينا جيهان عبد الداي مراسلة التلفزيون المصري من الأقصر. يعني جيهان، كيف كان تفاعل المواطنين في محافظة الأقصر مع هذا الحدث، وما هي ردود الأفعال؟ مساء الخير مشاهدينا. احنا النهارده يمكن كان هذا الحدث له اثر كبير وسعاده بالغه على اهالي محافظه الاقصر، لانهم يشعرون انهم يعني اصحاب المكان الاصلي لموطن هذه المومياوات التي تم نقلها اليوم، ويشعرون انهم اصحاب الارض الاصليه حيث كانت تقطن هذه المومياوات في وادي الملوك والدير البحري، ثم تم اكتشاف فهما في الخبيئتين. يشعرون أنهم يعني مشاركون بشكل أو بآخر في الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة أو الأعظم في تاريخ مصر الحديث، أنهم هم أجدادهم من يحتفلون بهم اليوم عبر شاشات التلفزيونات الخاصة عبر العالم. يشعرون بالسعادة القصوى لأن هذا الحدث أكيد سيكون له أثر كبير عليهم، وخاصة على الناحية السياحية، وهم ما يأملون فيه دائما في تحريك الحركة السياحية وازدياد تفاعلها خلال الفترات المقبلة، مما لا شك فيه أن هذا الحدث الأعظم تاريخيا سوف يشاهد من كل العالم، سوف يكون له المردود الأكبر خلال الرحلات التي ستتم إن شاء الله عقب الانتهاء من جائحة كورونا. دائما ما نعول على يعني ذلك من خلال الأحداث المختلفة التي تتم في مصر، سواء أحداث ثقافية أو سياحية. نتحدث عن مستقبل شعب بالكامل، شعب مصر وخصوصا شعب الأقصر الذي يتمنى أن تزداد مثل هذه الأحداث. للحديث أكثر عن مردود هذه الفعالية اليوم على مدينة الأقصر تحديدا وعلى هذا الحدث التاريخي الضخم، ينضم إلينا الخبير السياحي السيد محمد عثمان. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. النهاردة أستاذ محمد بنتكلم على أهمية هذا الحدث الضخم الذي تم اليوم منذ ساعات قليلة على السياحة عامة وعلى مستقبل الأقصر وأصحابها ومن يعملون في هذا المجال، والذي يتمثلون في أكثر من يعني ثلثي المحافظة بيعملون في هذا المجال. لما يبقى في النهاردة 82 مجلة عالمية بتتكلم عن هذا الحدث، هذا الحدث يعني نتائجه ظهرت قبل ما نبتدي بيه. لما نكون النهاردة العالم كله بيرقب مثل هذا الحدث، مصر سياحيا بالنسبة للسائح ثلاث حاجات مهمة جدا: الهرم والنيل ثم المومياوات الملكية. لأول مرة في التاريخ زي ما مصر يعني أبهرت العالم بأول متحف بني لكي يكون متحف 1902 وهو متحف التحرير، متحف المومياوات هو الأول في العالم من نوعه. سياحيا خلينا نقول أن بدأ الترويج لهذا الحدث قبل أن يبدأ. أنا بقول أن ولدت اليوم أيقونة من أيقونات السياحة الثقافية بنعول عليها كثير جدا، العالم ينتظر هذه الأيقونة وهي المومياوات الملكية لأشهر ملوك في العالم غيروا في التاريخ، وكمان في انتظار الأيام أو الشهور القليلة المقبلة هيبقى عندنا المتحف الكبير. مع دول احنا كصناعة سياحة عايز اقول لحضرتك ان لدينا الان تساؤلات كثيرة جدا. شركات السياحة وصانع القرار السياحي بيتكلموا على ضرورة وضع متحف الحضارات في البرامج السياحية. الاجمل والاكثر سعادة هو ضرورة وضع ميدان التحرير، لاول مرة يطلب من شركات السياحة ان يوضع ميدان التحرير كاحد المقاصد السياحية. كل هذا هيكون له نتائج ايجابية جدا جدا على صناعة السياحة الفترة اللي جاية. انا بقول ان الفوائد التي عادت من هذا الحدث بدأت قبل ان يبدأ، شركات السياحة بتنتظر هذا. وأنا هقول كلمة واحدة بس تصدرت أحد الصحف الأمريكية الشهيرة وهي العالم يلهث خلف مصر. هذه الكلمة تساوي أكثر من 1000 رحلة تسويقية. مصر أبهرت العالم بهذا التحرك الرائع، بهذا الاستعراض الذهبي للملوك، 18 ملك وأربع ملكات. وأعتقد إن شاء الله قريبا جدا شهر 8 هنبتدي، امبارح كان عندنا طيارة من رومانيا، شهر 8 إن شاء الله هتعود بإذن الله تعالى السياحة الأسبانية بصورة كويسة، وإن شاء الله نجني ثمار هذا الخير قريبا جدا. بنتكلم أستاذ محمد عثمان على الرحلات المتكاملة التي تحدث
بداية من القاهرة وتشمل أيضا محافظات الصعيد زي أسوان والأقصر، بتكون كلها حزمة واحدة، ونتمنى العودة لهذه مثل هذه الرحلات. هل هناك كان مؤشر بالفعل قبل حتى هذا الحدث لعودة ذلك خاصة مع بداية الموسم؟ مع بداية الموسم كانت في بعض الإرهاصات الطيبة، يعني الترميمات التي تمت في معبد الكرنك كانت إرهاصة طيبة جدا لعودة السياحة. اختيار معبد الأقصر كواحد من أحسن 50 مقصد في العالم مع الهرم، ده عمل صورة إيجابية جدا. عندما تنشر التليجراف خبر يقول أن مصر هي أفضل مقصد سياحي بعد كورونا، أنا بقول أن كل هذه الأمور إن شاء الله هتخلي السياحة الثقافية في الفترة اللي جاية هي الموجودة، في انتظار حدث عالمي، وده اللي هيتم في الأقصر إن شاء الله. وأتمنى وأعتقد أن سيادة الرئيس مش هيخذلنا أن احنا نعمل طريق الكباش والاكتشاف بطريق الكباش الرائع الذي بيربط ما بين مجموعة معبد الكرنك ومعبد الأقصر بهذه الأبهة، هذه العظمة التي عادت إلى مصر رونقها وحافظت على مدنيتها. احنا بنشكر القيادة السياسية على تبني هذا الحدث، وإن شاء الله هنحتفل قريب جدا بالانتهاء من طريق الكباش اللي هيخلي الأقصر متحف مفتوح يستمتع به العالم كله إن شاء الله. أستاذ محمد عثمان، لو كلمنا على من ترى بيده، يعني حتى تكون هناك صورة متكاملة، من بيده الأمور كلها، الشركات السياحية مع الترويج السياحي مع مثل هذه الأحداث الضخمة التي تقوم بها القيادة السياسية، مع دور المواطن سواء الأقصري أو المصري عامة، كيف يتم هذا التكامل حتى تنتعش السياحة؟ المنظومة واحدة الحقيقة، يعني الدولة خلينا نقول ان لم يحدث في تاريخ مصر من ايام رمسيس الثاني بنية تحتية رائعة زي اللي موجودة في مصر. النهاردة الواحد بيركب عربية من القاهرة بيبقى في الأقصر بعد 5 ساعات. البنية التحتية الرائعة اللي قامت بها مصر، قامت بها الدولة، تطوير مطار الأقصر اللي خد جائزة على انه واحد من افضل مطارات افريقيا، ده جزء من الدولة. ثم وزارة السياحة والآثار اللي لا تدخر جهدا على عمليات ترميم. حضرتك لو الكاميرا فتحت هذا الجبل اللي بينار الآن فيه 2000 مقبرة، 2000 مقبرة. يعني الأقصر تملك بفضل ما قامت به الدولة وما قامت به وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، قامت به الدولة من هذا الأمر. الكورنيش، هذا كورنيش الأقصر اللي بيعتبر الأفضل في أعتقد في مصر كلها، الدولة. ثم يأتي دور القطاع الخاص اللي احنا بنقوم به كشركات سياحة. عندنا رحلات طرق الأبواب، عندنا رود شو هيتعمل في شهر 6 في أسبانيا، عندنا استضافة مجموعة من الفنانين تحت مبادرة جسر الحضارات، هنستضيف حوالي 18 فنان من العالم ليقيموا في جبل الجرنة عشان فكرة عودة جسر الحضارات ما بين التاريخ المصري القديم وأوروبا. إن شاء الله كل هذا هيكون له دور إيجابي جدا. زي ما حضرتك قلتي 72% بالضبط من أهل الأقصر بيشتغلوا في السياحة، إذن السياحة بالنسبة للأقصر وصعيد مصر أمن قومي. والدولة أدت ولأول مرة يذكر السيد الرئيس صراحة لفظ السياحة الثقافية، ده معناه أن السياحة أصبحت في ضمير القيادة السياسية، وده اللي بنعول عليه الفترة اللي جاية إن شاء الله. يمكن أستاذ محمد، يعني أخيرا لابد أن تحدث عن المواطن المصري وخصوصا الأقصري، مستقبله في السياحة بإذن الله حالما تنتعش الأمور، وأيضا الدور الواجب عليه حتى تكتمل المنظومة وحتى يسعد إن شاء الله بزائرين كثر خلال الفترة المقبلة. فترة تدريبية مهمة جدا، احنا عملنا حوالي 43 مدرسة لغاية دلوقتي تدريبية. احنا بنعتبر ان الطالب الصغير والطالب المتحرك في الشارع هو سفير للسياحة في مصر، وده اللي احنا بنعول عليه. احنا بندرب الولاد كيف يتعامل مع السائح، كيف يبتسم في وجه السائح، لان السياحة مهنة تورث. فبنجيب له الأمثلة، بنقول له انت لو اشتغلت هتبقى عندك في يوم من الايام شركة سياحة. الناس عندها وعي سياحي. انا عايز اقول بكل فخر ان الأقصر لم يخرج منها ارهاب، الحمد لله رب العالمين. الأقصر دايما بأهلها ووعيهم أن السياحة بالنسبة لهم هي الأمل وهي الحياة، عندهم وعي كبير جدا، وإحنا بنعول على هذا إن شاء الله بسلوكيات الشارع المصري والشارع الأقصري. تمام، شكرا جزيلا الخبير السياحي أستاذ محمد عثمان، بنشكر حضرتك يا فندم. ويمكن مشاهدينا زي ما أنتم شفتوا ده ختام وكلمات بسيطة فيها بشرة لأهالي هذه المحافظة الطيبين بمستقبل واعد في السياحة بإذن الله. سوف تشهدوا الأيام المقبلة عقب هذا الحدث التاريخي الأكبر والأهم والأعظم في تاريخ مصر الحديث. شكرا لكم وعودة إلى الأستوديو. نعم، جيهان عبد الدايم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا لك على هذه المعلومات الوافية. الشكر لك ولضيفك الكريم، كنت معنا على الهواء مباشرة من الأقصر.